صحيه خويا ناخذ واحد فوق كبير من هذه التفاحه جبني انا ها هو الزرق السلام عليكم. السلام مرحبا سيدي. الله يبارك فيك رمضان كريم وكل عام. الله يدخل علينا بالصحة والسلامة سيدي ورمضان مبارك سعيد. كندير هذا الشيء ديال المنتجات الشرقية بحال العطول البخور المباخير الناد الصلايات في الأشكال والأنواع المباخير التوما في الأشكال والأنواع. أنا عطى الله السلعة تبارك الله. كاين مصاحف كذلك. كاين مصاحف الشزادات أمساك الطهارة. كاين لي باك ديال الهدايا عطى الله خير مقارنة بالعام الفايت. هذا العام كان شوية العام الفايت كان يقبل بزاف ولكن مقارنة بهذا العام بعدا باقي ما شفنا والو. بغينا نقولوا الأسباب ما يقدر ارتفاع الأسعار يقدر الشرائية حتى الناس دابا كل واحد الا كنتي مولف كتاخذ السلعه بواحد الثمن وكتجي كتزيد عليك غا درهم ولا جوج درهم كيقول لك علاش حنا في هاد الدومين تبارك الله ما كتكونش غير جوج درهم ولا درهم زايده مره كتلقى 5 درهم مره 10 درهم مره 15 درهم كل مره وكيفاش بشويه بخير ولكن كما قلت لك الا كنديروا مقارنه بالعام الفايت راه كاين فرق كبير تبارك الله. مثلا بالنسبه للاثمنه واش اثمنه مناسبه ولا مرتفعه ولا بالنسبه للاثمنه كاينين ديال البخور مثلا كاينين دابا من السلعه دابا راه كتبدا بالنسبه للبخور كاينين فيهم اللي اثمنه مناسبه وكاين اللي اثمنه والثاني زايده على حساب الكاليتي ديال البخور باش ما الجوده كتلعب دور ما يمكنش لي تاخذ بخور ب 30 درهم وتاخذ بخور ب 200 درهم وغيكون نفس الكاليتي راه ماشي بحال بحال. صح. شو تقول المغاربه بمناسبه رمضان؟ كنقول لهم رمضان مبارك سعيد الله يدخل لكم الصحه والسلامه كيسولينا على شويه على الحريره ما تكثروش كما كنقول لهم مرحبا بكم في متجر شغف العود اللي خصتو اي حاجه التعامل التواصل كلشي كنديروا مرحبا بكم. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.